سؤال غريب، هل تسمع الصوت اللي داخلك اللي يتكلم معاك دائما؟ أو بعبارة أخرى، أنت لما تتكلم مع نفسك بس داخل عقلك، هذا اسمه صوتك الداخلي بنسبة 100%. كلنا نعرف هذا الصوت الداخلي ودائما نستمع له يا صديقي الجميل. وإذا أنت من زمان ما سمعت صوتك الداخلي، فالسبب هي المشتتات مثل الجوال والبلاي ستيشن والأفلام واللعب واللهو. هذه الأشياء تمنعك من أنك تسمع صوتك الداخلي، لكن صوتك الداخلي دائما ما يحاول إما أن يرفع من مستواك المعيشي أو من أنه يحطمك بالكامل. بالضبط، ما في خيار غير هذه الخيارين. كتابنا اليوم رح نتعرف على هذا الصوت الداخلي لأنه جدا جدا مهم. صوتك الداخلي هو اللي دائما بيقنعك إنك تقدر تسوي حاجة وفعلا تصير تقدر تسويها، وصوتك الداخلي برضه هو اللي دائما يقنعك من إنك ما تقدر تسوي حاجة وبالضبط تصير فعلا ما تقدر تسويها. فمهم إنك تسمعه أول شيء، تعرف هو شو يقول، وبعد كذا تتحكم في الأشياء اللي هو يقولها. موضوع هذه الحلقة جدا جميل، زيك يا جميل. شرح كتاب الدردشة العقلية للمؤلف إيثان كروس في هذا الفيديو يا صديقي العسل. فتحتاج كوب قهوة محترم، كوب قهوة ثاني لصوتك الداخلي، ويلا خلنا ندخل في تفاصيل هذا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي العسل في برنامج بوكافين، معك أخوك ناصر العقيل، شرفنا. مؤلف هذا الكتاب إيثان كان في مناقشة في إحدى المناقشات الجامعية، وكانوا يتكلمون عن علم النفس، طبعا تخصص هذا الكاتب أكيد. فهم وهم يتكلمون عن علم النفس تكلم عن الصوت الداخلي، وكانت الدفعة هذيك مجموعة الطلاب على وشك التخرج، وكان الموضوع جدا مثير للاهتمام بالنسبة لهم. لكن اسمع سالفة تأليف الكتاب، نطت عليه واحدة من الطالبات وسألت سؤال مختلف عن كل الأسئلة اللي انطرحت عليه في هذيك المناقشة. طلاب كانوا يسألون في جانب، وهذيك الطالبة سألت سؤال مختلف تماماً، قالت له ليش تونا الحين نتعلم عن صوتنا الداخلي؟ لفت انتباهها هذا السؤال وناداها، قال معليش ممكن توضحين أكثر؟ قالت نفسي أعرف هذه المعلومات، ليش ما تعلمناها بدري مرة؟ لأنه كان بالإمكان أن حياتنا تتحسن بشكل جداً كبير فقط إذا استمعنا لصوتنا الداخلي وعرفنا كيف نتحكم فيه. ليش تونا اليوم على وشك التخرج من الجامعة نتكلم عن الصوت الداخلي، بالرغم من أنه قد تكون في تخصصات كثيرة ما يشملها علم النفس ولا يعرفون أي شيء عن الصوت الداخلي وقديش هذا الموضوع خطير؟ سؤالها خلاني أجمع فريق مكون من علماء وباحثين وبعض الطلاب المتخصصين الفنانين جدا في هذا المجال، وبدأنا نبحث في موضوع الصوت الداخلي أكثر، وصرنا نتعلمه أكثر عشان نعلمه أكثر. ومن هذاك السؤال يا صديقي العسل ألف هذا الكتاب. واحدة من التجارب اللي سووها لاختبار الصوت الداخلي هم شخصين، واحد اسمه سويغلي والثانية اسمها لوبيا. جابوا 20 شخص وقسموهم إلى مجموعتين، 10 أشخاص 10 أشخاص، وطلبوا منهم بعض الأغراض اللي يجيبونها من السوبر ماركت أو البقالة. طلبوا من الفريق الأول إنه يلتزم الصمت بالكامل أثناء الذهاب للسوبر ماركت عشان يجيبون هذه الأغراض، وطلبوا من الفريق الثاني إنهم يكررون هذه الأغراض والطلبات بشكل مسموع وبصوت جدا عالي. اللي حصل في نهاية التجربة يا صديقي الجميل هو أن اللي رددوا المعلومات أو الطلبات بصوت عالي ومرتفع ومسموع جابوا الطلبات كاملة ومن دون أخطاء. أما الفريق الثاني بعضهم نسى بعض الأغراض وبعضهم جابها كاملة، فأكدوا أن الصوت الداخلي اللي أنت دائما تكرره في عقلك لما تقوله بصوت مسموع ينشط عندك الذاكرة. المضحك في الموضوع يا عسل هو أني أحيانا وأنا أقرأ، مو أحيانا إلا كثير من الأحيان وأنا أقرأ أسرح، تلقاني في أول الصفحة أمشي مع أول جملة، ثانية جملة، الثالثة والرابعة والخامسة سرحان وهواجيس. فإذا لاحظت نفسي أني متشتت جدا لسبب ما، كل شوية أفكر، كل شوية أطلع من موضوع الكتاب من القراءة، أبدأ أقرأ بصوت جدا عالي خصوصا لما أقرأ القرآن، وفعلا أجد نفسي أركز أكبر بكثير من أني أقرأ على الصامت. طبعا لو نرجع نفكر كذا في العملية وأنا قاعد أقرأ بالصامت، اللي شتتني هو صوتي الداخلي اللي قال لي أوه ناصر تراك نسيت الملابس ما غسلتها وما عاد بقى الا ساعة وتطلع من البيت، لازم تقوم الحين تغسلها على اساس يكون عندك وقت تخلص وتنشرها قبل لا تطلع. لو ما نشرتها قبل لا تطلع بترجع بعد ما تغيب الشمس وما يكون عندك وقت ان الملابس تنشف، فيقطعني صوتي الداخلي. او وانا قاعد اقرا يقول لي ايش رايك في فكرة المشروع الفلاني؟ طب لو فكرنا نبيع الفكرة هذه؟
هذا هو الصوت الداخلي يا صديقي العسل. في ناس كثير ما سمعت صوتها الداخلي من زمان، وأنا أبعطيك نصيحة من أعماق القلب. صوتك الداخلي مشتاق لك، سواء كان يبغى يحسن من جودة حياتك أو يبغى يدمرك، أيا كان صوتك الداخلي مشتاق لك. أرجوك بس عطى فرصة، عطى فرصة أنك تسمعه، بس تعرف جودة الأفكار اللي دائما تتكرر على عقلك. وما راح تعرف الأفكار اللي تتكرر دائما على عقلك إلا لما تسمعها. شوف، هذا بيولوجيا أحيائيا، ما في أي إنسان قادر على أنه يتوقف عن التفكير لمدة 30 ثانية، لمدة 5 ثواني تقريبا، من دون ما تدور في باله فكرة. يعني حتى وانت تطالع فيلم متشتت الآن، صح؟ لكن راح تركز في لبس الممثل، بالإضاءة، في المكان اللي هو موجود فيه، إلا ما يكون موجود فيه فكرة شغالة. يعني لم ترصد حالة إلى هذا اليوم تؤكد أن العقل قادر على أن يعيش حالة سكون، إلا الحالات اللي صنفوها حالات مرضية. أنت مستوعب؟ يعني لما تتوقف عن التفكير أو يكون في حالة سكون في عقلك، هذه وجدوها في الحالات اللي شخصت على أنها حالات مرضية. يعني معناته أنت طبيعياً تتكلم مع نفسك كثير. وارجع وعيد وكرر، الفكرة اللي تجول في بالك تراك تسمعها. الله أعطاك هذه الميزة، قول الحمد لله. تخيل أن الأفكار اللي تجول في بالنا ما نسمعها، تخيل، ولا أعرف أنا وش قاعد أفكر فيه وبناء على أفكاري قاعد أتصرف. فبالتالي اسمع صوتك الداخلي وتراها نعمة عظيمة، لأنه من خلالها تقدر تقيم جودة الأفكار وتعرف أنت أفكارك وين موديتك حرفيا. يعني تخيل أنه في شخص يقول والله أتمنى أنه أكون ثري، لكن لما تسمع عقله كل أفكاره كيف يصرف، متى أشتري الساعة الفلانية، متى أسافر السفرة الفلانية، متى أشتري القهوة الفلانية أو المكينة الفلانية أو الحاجة الفلانية. أنت مستوعب؟ فلما هو يطالع أفكاره يكتشف أنه أفكاره دائما عبارة عن شراء، شراء واستنفاد بالدال، وليس استنفاذ، استنفاد. فطبيعي بالأفكار هذه لن يصل للثراء إلا بمعجزة. لكن بناء على القوانين الكونية، لا، أفكاره لازم تكون أفكار شخص ثري. كيف أفكار الشخص الثري؟ اللي بس يفكر كيف يخلي 10 100 ريال ومن دون أي عمل. حط تحت هذه خط. لكن الشاهد، استمع لصوتك الداخلي لأنه بيعلمك وش هذه الأفكار. وتأكد دائما أن صوتك الداخلي ما دمت تسمعه فهو نعمة. وتخيل أنك عاد أنت يا صديقي الجميل، معش خلني أجلدك اليوم شوي، تخيل أن هذه النعمة أنت قاعد تسكتها. كيف تسكتها؟ تسكتها وانت سكرولينج في السوشيال ميديا، تتابع مقاطع واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، تغريدات من تطبيق لتطبيق، الى فيلم، الى العاب، الى غيره. انت ما انت قاعد تسمح لصوتك الداخلي انه يعلمك وش الافكار اللي موجوده، سواء كانت جيده ولا كارثيه. فهي نعمه لا تقطعها، مثل ما حصل مع صديقتنا اللي بكلمك عنها الان. في ديسمبر وفي يوم 10 سنة 1996، جيل بولد صحت في يوم من الايام وهي عالمه اعصاب ومتخصصه في مجال التشريح العصبي. كان عمرها في ذاك الوقت 37 سنة وتشتغل في مختبر للطب النفسي في جامعة هارفارد. صحت هذاك اليوم ولاحظت في نفسها شيء غريب، لاحظت أنها ما تسمع صوتها الداخلي. تخيل، طبعاً هي تحكي تجربتها بعد ما شفيت بعد 8 سنوات، لكن تقول في ذاك اليوم صحيت وكأني ميتة، في شيء غلط، ماني قاعدة أسمع صوتي الداخلي. طبعاً هي وقتها ما استوعبت هذا الشيء، لكنها كانت على وشك أن تفقد وعيها، واتصلت في آخر لحظات وعيها على واحد من زملائها اللي فعلا قدر ينقذها ويوديها للمستشفى. طبعا تخيلوا انها فقدت حتى اللغة او اللسان، التحدث يعني، ما عاد صارت تقدر تتكلم. انت مستوعب؟ المهم اخذوها وشخصوا انها كانت تعاني من سكتة دماغية، والحمد لله لحقوا عليها. لكن المشكلة وين؟ انها جلست فاقدة لهذا الصوت الداخلي مدة 8 سنوات. تتكلم عن تجربتها بعدين تقول وكأني فقدت هويتي ومشاعري ولغتي ولساني وكل شيء مختص فيني، ماني قادرة أفكر، أحس أني فاقد الشعور. شيء مو طبيعي يا صديقي العسل. مثل ما قلت لك، تخيل أنك تفقد صوتك الداخلي، ما تقدر حتى تركب جملة، ما تقدر حتى تفكر وش تبغى تقول. لأن مثل ما أقول لك، الأفكار مسموعة حتى لو ما كنت تسمعها الآن. أبعطيك تجربة، قفل كل شيء مشتت في محيطك، اجلس أنت في غرفتك ما فيها إلا أنت والكرسي، حتى المكيف طافي، صيغة مبالغة طبعا، بس عموما اجلس بصمت، صمت، صمت كامل، بتسمع صوتك الداخلي. راح تبدأ تسمع نفسك تتكلم مع نفسك. هذه هي الأفكار التي تجول في بالك. طبعا أنت ما تقدر تجمع كل الأفكار اللي موجودة في بالك في نفس اللحظة، لا، لكن ستبرز أغلبها أو أهمها تقريبا. فعلى سبيل المثال، لو كان عندك شخص يعني مرة تعزه أنت حاليا طايح في المستشفى، غالبا بمجرد ما تجلس في هذه الغرفة الصامتة اللي أنا قاعد أكلمك عنها، راح تبدأ تسمع صوتك الداخلي بشكل كبير،
يتحدث عن هذه الأزمة فقط، لكن مؤلف هذا الكتاب يقول من الأشياء اللي تعزز على أنك تسمع صوتك الداخلي هو التأمل، المديتيشن. وأنا مثل ما قلت لك قبل، المديتيشن هو أنك تقطع كل المشتتات وتبدأ تركز على الصفاء بس، تحاول تصفي أفكارك، وعشان تصفي أفكارك لازم تسمعها أول، فبالتالي بتبدأ تسمع هذه الأفكار بصوت مسموع داخل عقلك طبعا. ومع مرور الوقت، يعني لما تسوي التأمل اليوم وتسوي بكرة وبعد بكرة وخلال أسبوع وبعدين أسبوعين بعدين شهر، راح تبدأ تعرف انه في افكار كثيره طلعت ومختلفه خلال هذا الشهر. يعني لو سويت التامل اليوم راح تطلع، بس لو سويت اسبوع تطلع افكار اضافيه، ولو سويت اسبوعين او شهر تطلع افكار اكثر، فتبدا تتعرف على الافكار التي تجول في عقلك. هنا يجي امر جدا خطير، وهو انه في اشخاص عندهم افكار سلبيه وهي اللي مسيطره على هذا العقل، افكار مثل جلد الذات، افكار مثل تحطيم النفس، افكار ممكن تكون عنيفه تصل لتفكير انه مثلا ممكن يؤذي أشخاص ثانين، زي الحادثة اللي صارت في إحدى الجامعات الأمريكية لما دخل عليهم طالب كذا في الصباح، دخل على فصل وكان معاه عدة أسلحة وبدأ بإطلاق النار، والله وكيلك لا أحكي لك أردى بعض القتلى والجرحى، وكانت حادثة جدا جدا مأساوية. طبعا لما مسكوه شخصوه أنه مريض عقليا، طبعا هم ودهم أنه أوكي ينتقمون للشيء اللي هو سواه، لكن فعلا اكتشفوا أنه عنده مرض عقلي، ومرضها العقلي كان أنه دائما عنده أفكار عدوانية تجول في عقله، فبالتالي انعكست على أرض الواقع. ليه؟ لأنها كانت جدا ملحة مش أفكار عابرة. يعني أنا وياك بشر، قد تمر علينا أفكار سيئة أن مثلا ممكن نسرق، ممكن نغش، ممكن حتى نأذي أحد، قد تمر هذه الفكرة، ولكن بشكل جدا طبيعي، مثل ما تمر أي فكرة إيجابية قد تمر أي فكرة سلبية، تمام؟ لكن لما تكون الفكرة السلبية معشعشة وملحة ومزعجة يا صديقي العسل وثرثارة، يكون احتمالية تطبيقها على أرض الواقع فقط عشان تتخلص منها أمر جدا جدا عالي الاحتمالية. عشان كذا لما تدور في بالك فكرة ملحة ما تقدر تتخلص منها، تحتاج تراجع مرشد، شخص يعلمك كيف تتحكم في هذه الأفكار، كيف تتفرغ منها. وعلى فكرة الألعاب اللي منها التكسير أو تكسير السيارات والأشياء اللي فيها تقريبا تفريغ طاقة، حتى النادي ولعب الرياضة، هذه من الأشياء اللي كثير ناس يجهلونها، يجهلون أنها تفرغ كثير من العواطف أو الأفكار السلبية جدا الملحة. كذلك الكتابة، الأفكار اللي في بالك تبدأ تكتبها أو تتكلم فيها مع ناس كثير وتعبر، الكتابة كذلك أو الحديث عن الفكرة يفرغها بالكامل في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان. لكن المهم أنك تبدأ تفهم أنه في أفكار ملحة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، السلبية لازم تقطعها لأن لها أثر على نفسك كبير، وكل شيء يا صديقي العسل في هذه الحياة يؤثر على شيء ثاني. يعني لو كانت في عندك فكرة سلبية ملحة قد تمنعك من النوم بشكل جدا جيد، ولما تقل جودة النوم راح تتأثر برضو جودة أفكارك في اليوم التالي، حرفيا ترى هذا شيء مثبت. ولما تتأثر أفكارك في اليوم التالي راح يتأثر مودك، ممكن يتعكر، ولما يتعكر مودك تصرفاتك بالتالي راح تكون مش كويسة. كل شيء يا صديقي العسل يؤثر على شيء، فعشان كذا ضروري 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 إنك تسمع وتركز على السلبي أول شيء لازم تتخلص منه، ولازم تبرمج عقلك اللاواعي إنه يفكر بأفكار إيجابية. وبالله اتركني من الكلام الإنشائي هذا اللي قل لنفسك دائما أنا أحب نفسي. شوف أوكي كلام هذا جدا مؤثر، لكن مو مؤثر لما تقوله من دون شعور، لما تلفظه من اللسان ليس من القلب أو العقل. يعني ما راح تحب نفسك إذا قلت أنا أحب نفسي أنا أحب نفسي أنا أحب، لا ما راح تحب نفسك حبيبي، كذا بتتعب حلقك. بس أنا أحب نفسي معناته أنه أنت تقولها ومؤمن فيها، مستشعر أنك فعلا تحب نفسك وفعلا تحب نفسك. وعشان تحب نفسك لازم ينعكس هذا الشيء على أثرك في الحياة، لازم تفعل هذا الشيء مو بس قولا، تحب نفسك فعلا وليس قولا. كيف أحب نفسي فعلا؟ أحافظ على نفسي، أحافظ على أفكاري، أحافظ على روتين حياتي، أخليه جيد، نومي يكون جيد، أكلي يكون جيد، صحبتي تكون جيدة، محيطي يكون جيد، أفعالي تكون جيدة، روتيني يكون جيد، أفكاري عاداتي تكون جيدة، كذا أنا فعلا أحب نفسي. لكن وين تلقى شخص يقول أنا أحب نفسي ونومه متلخبط؟ ما يأخذ القدر الكافي من النوم، وهذه جريمة في حق بدنك، أفكاره جدا سلبية ما يبغى يعطيها وجه ولا يوم من الأيام إنه يلقحها ولا يرتبها ولا يحسنها، وتظل الأفكار السلبية المقلقة المؤلمة تتراكم وخذ لك عادي الأثر على النفس. كيف يقول أحب نفسي وهو مدمر نفسه بالجنك فود يا صديقي العسل؟ الأكل الضار مليان زيوت، مليان دهون،
مليان أملاح، مليان أشياء صناعية مضرة جدا بالبدن. والأكل، الغذاء بشكل عام سواء كان أكل أو شراب، يؤثر يا صديقي العسل كيميائيا على عقلك، وبالتالي على أفكارك، وبالتالي على مودك، وبالتالي على تصرفاتك. يعني أنت شوف، أنت تعرف وأنا أعرف، بمجرد ما نوصل مرحلة البلوغ عارفين هذا الشخص جيد ولا لا. من الأخير ممكن نحبه إيه، بس نعرف إنه سيء، فبالتالي أنت حاطه حولك وممكن مكثرهم ما شاء الله بالصلاة على النبي أحسن. كيف تقول أحب نفسك؟ كيف تشوف نفسك تتعذب وتقول أنا أحب نفسي؟ عشان كذا أنا من الناس اللي ما أؤمن بالعبارات الرنانة اللي نرددها من دون تطبيق. والله قل في كل صباح أنا أحب نفسي، أنا أحب. إذا ما قلتها وأنت مؤمن فيها وطبقها على أرض الواقع، معليش أنا آسف، wasting your time، قاعد تضيع وقتك. فخلك إنسان واقعي ومادي برضه، كل شيء تقوله تعنيه وتؤمن فيه وتطبقه على أرض الواقع. هذا هو الفرق. أفكارك يا صديقي العسل جدا مؤثرة، والجميل فيها أنها قاعدة تتكلم معك. أعطها فرصة، استمع لها ونقحها ورتبها وحسنها، وركز على الأفكار الجميلة. المشتتات بتبعدك عن كل شيء أنت تبغى تحققه، صدقني المشتتات بتضيع وقتك وبتضيع طاقتك حرفيا. عشان كذا أنا من أكبر أعدائي هذه الفترة يا صديقي العسل هو الجوال، حرفيا من أكبر أعدائي. ويمكن أنت تلاحظ أن تواجدي في السوشيال ميديا قليل بكثير عن قبل، حرفيا لأني أحاول قدر المستطاع أكون موجود في الواقع، موجود مع أفكاري، أبغى أسمعها. أنا فعلا ما قد مرت علي فكرة أن الصوت الداخلي هو أفكارنا، لكن أعجبني المؤلف إيثان ساعدني وعلمني أنه من السهل جداً أني أعرف ماذا يجول في عقلي فقط إذا استمعت لصوتي الداخلي، مع أنه في معظم الأحيان صوتي الداخلي يغني أغاني أم كلثوم، لكن يلا معليش، أهم شيء أنه ما يكون عدواني ولا سلبي. أتمنى تكون هذه الجرعة فاتتك يا صديقي العسل، وممكن تعرف شخص قد يستفيد منها، فشاركها معه ولا تنسى اللايك، ينفعنا ولا يضرك. فاشترك في القناة وفعل الجرس عشان ألقاك في الجرعة القادمة بكتاب جديد وكتاب أجمل وأفضل. شكراً لحسن الاستماع، وشكراً دائماً أنت وصوتك الداخلي على وقتكما الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم.